اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان من لا يمل سؤال السائلين، ولا تختلف عليه حوائج الطالبين. سبحانك ربنا المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت. سبحان من له الآخرة والأولى، وله الممات والمحيا، وإليه المنتهى والرجعا. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إن عفوك عن ذنوبنا، وتجاوزك عن خطيئاتنا، أطمعنا أن نسألك ما لا نستوجبه مما قصرنا فيه، ندعوك آمنين ونسألك مستأنسين، وإنك للمحسن إلينا، وإنا للمسيئين إلى نفوسنا فيما بيننا وبينك، تتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي، ولكن ثقتنا بك حملتنا على الجراءة عليك، فعد بفضلك وإحسانك علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعطنا إيمانا صادقا، ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم جمل أمرنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وبارك لنا فيما خولتنا، واحفظ علينا ما أوليتنا، وارحمنا إذا توفيتنا، وآنس وحشتنا إذا أرمستنا، وتفضل علينا إذا حاسبتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد عرفتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم،
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من المأثم والمغرم يا رب العالمين. إلهنا ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أعطفك على من سألك وما أرأفك بمن أملك. من الذي سألك فحرمته ومن الذي التجأ إليك فأسلمته ومن الذي هرب إليك فطردته. إلهنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل له عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل له عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن. نسألك يا ربنا أن تدخلنا جنات النعيم نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا أن تدخلنا جنات النعيم وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم.
اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم طهر مجتمعات المسلمين من الربا والخنا والتبرج والسفور، اللهم طهر مجتمعات المسلمين من الربا والخنا والتبرج والسفور، اللهم أحيي الإسلام في قلوبنا، وحبب إلينا خدمة ديننا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه هذه الليلة يا رب العالمين، أو رزقا تبسطه، أو ضرا تكشفه، أو بلاء ترفعه، أو فتنة تصرفها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأوردنا حوضه، وأسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أكرمنا بالسلام عليه، والجلوس بين يديه، وتقبيل يديه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم عجل لأوليائك الفرج والعافية، اللهم عجل لأوليائك الفرج والعافية، اللهم عجل لأوليائك الفرج والعافية، وزد لنا في حياتنا، فإنك أنت الله الذي يهب عيش الأبد لأهل الآخرة، فهب لنا عمرا مديدا في طاعتك، وعيشا مزيدا في عافيتك. اللهم إنا نتوسل إليك بما توسل به عبادك الصالحون وأولياؤك المقربون، أن تجعل لنا من الفهم عنك وعن رسولك ما نبلغ به منازل الصديقين، ونحشر به في زمرة العلماء العاملين. اللهم إنا نتضرع إليك ونتوسل إليك، وندعوك وأنت القائل ادعوني أستجب لكم، نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين وعبادك المجاهدين لطفا شاملا كاملا، تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به صدورهم، وتدفع به جميع الشرور. اللهم كن للمسلمين مؤيدا وناصرا، واكفهم شر أنفسهم وشر الأشرار منهم، وشر أعدائهم، وشر كل ذي شر من شياطين الإنس والجن. اللهم أقم دولة القرآن في كل مكان، وأسعدنا بنصرة الإسلام. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، وأعذنا من كل سوء، وقنعنا بما رزقتنا، وبارك لنا فيه، وألزمنا سبيل الاستقامة حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك من قسوة قلوبنا، ونسيان آخرتنا، ونسيان العمل لديننا، فاللهم لين قلوبنا بالإيمان، واجعل الآخرة هي دار المقام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين،
اللهم من كان منهم في عذاب وضيق فخفف عنه الآن يا رب العالمين، ومن كان منهم في نعيم فزده نعيما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا وذرياتنا ولأقاربنا، اللهم لا تفرق بيننا وبين أهلينا يوم القيامة، اللهم لا تفرق بيننا وبين أهلينا يوم القيامة، اللهم لا تفرق بيننا وبين أهلينا يوم القيامة. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وقفنا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك، فإن أبعدتنا فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا وعلمنا ولم تبلغه مسألتنا من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن البائسون الفقراء، نحن المستغيثون المستجيرون، الوجلون المشفقون، المقرون المعترفون بذنوبنا، نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائف الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. نسألك يا رحيم ألا تحرمنا أجر هذا الشهر الكريم، وتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجناتك. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك
أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.